الأصحاح الثاني. أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمنا الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.